في احنا معانا حوالي 20، يعني احنا لسه 8 و10 دقايق، فهو الناس هتأتي تباعا يعني. طب اوكي، يعني نبدأ ولا نستنى شوية ولا ايه؟ اتفضل حضرتك، اتفضل. طيب اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكرك دكتورة زهراء يعني على الدعوة الكريمة النهاردة برضو، ودكتور طاهر، و الله يحمي حضرتك. واتمنى ان يعني المنع بتاع الاسبوع اللي فات يكون خير، يعني ما يكونش فيه حاجة يعني، وان شاء الله هنكمل احنا زي ما احنا ماشيين مع الدكتور محمد في الابر، ونتمنى يكون حاضر النهارده. يكون على فالمحاضره، اليوتيوب، اتفضلي يا هو دكتوره، مش بتقولي معاك، ايه؟ هو قد يكون هو على اليوتيوب، مش لا اه يعني هو مش معايا ماشي دلوقتي. اوكي. يعني هو النهارده المحاضره بناء يعني زي ما حضرتك عارفه، بناء على طلب الناس، مش هنطول زي ما انت قلتي، يعني نخليها في حدود ساعة كده، وفي بعد كده شوية أسئلة، رغم إن المحاضرة النهاردة معظمها فيديوهات، فالفيديوهات حلوة قوي كتير، فأنا هحاول إن شاء الله إن إحنا يعني يبقى كلامنا كله عملي على how to do a successful fund application. الموضوع أنا يعني اخترته لأن أنا فعليا في الفترة دي حالات الردو اللي بتجيلي حالات كترت قوي، أكيد. يعني من كل 5 حالات لازم يبقى في حالة منهم ردو. طبعا الحالات الفاند ابلكيشن اساسا بتتعمل للحالات الريفلكس كسيرجيكال انديكيشن للمانجمنت، وهنقول ايه الانديكيشن اللي هو دلوقتي الريفلكس بقى، يعني نسبته عالية، نقدر نقول في الرينج بتاع 20% من اي بوبوليشن. والملاحظ دلوقتي الاويرنس بتاع الناس بقى زاد جدا جدا بالموضوع ده، يعني كان زمان اي حد يقول لك عندي ارتجاع يا سيدي وانا عايش بيه وخلاص مفيش مشكله، لا الناس دلوقتي بقت بتسيك ميديكال ادفايس، وتيجي بتروح للدكتور بتاعها بتاع الجهاز الهضمي، هل انا محتاج جراحه ولا لا، وبقى في فعلا اويرنس ان الجراحه بقى ليها رول في المانجمنت، مش ابدا في الاند ستيج او العيان اللي يفشل في العلاج الطبي، لا في برايمري ممكن الجراحه تبقى ممثله. مشكله الجيرد زي ما احنا عارفين في الدايليما المحيطه بيه دايما في البرزنتيشن، سواء جاي بتيبيكال برزنتيشن او اتيبيكال ريسبيراتوري كاردياك او جاي بالكومبليكيشن، ودايما احنا عارفين ان عيان الجرد بيلف على دكاتره كتير، دكاتره دكتور انف واذن، دكتور جهاز هضمي، دكتور شيست، دكتور هارت، فبيلف لغايه اما يلاقي ضلته في احد الدكاتره. يعني المشكله برضو في التشخيص، لان يعني يمكن مره برضو هبقى اعرض برزنتيشن على الكونتروفيرس في الدياجنوزس، ان احنا تلاقي الاندوسكوبي اي التشخيص، الباريوم اي رايح في سكه تاني، المانومتري والبي اتش متر رايحين في سكه تالته، ويصب كل ده قصاد الجراح، وهو بقى بيبقى مطلوب منه ان هو تجزر الداتا دي كلها علشان يوصل للتشخيص، لان الفيرست ستيب فور جود مانجمنت وسكسسفول فاند ابلكيشن از كوركت دايجنوزس. والكوركت دايجنوزس ده فعلا مش سهل، وما نستسهلش ان البيشنت مجرد جايب اندوسكوبي فيه هيتس هيرني يبقى خلاص ده انديكيشن لسيرجري او العكس وهكذا. برضو زي ما قلنا الدايليما لما محيطه في كومبليكيشنز، في ناس لغايه دلوقتي يمشي لغايه لما يؤدي الى ادنو كارسينوما او مالجنان كونديشن. يعني برضو دايليما في التريتمنت سواء الميديكال تريتمنت كورنر ستون في المانجمنت، ودخل دلوقتي الاندوسكوبي بيلعب دور كبير جدا، وبعد كده طبعا السيرجري واهميتها، وده اللي هنتكلم عليه النهارده. مشكلة الريفلاكس أساسا هو يعني زي ما احنا عارفين إن البارير أو السفنكتر اللي هو في اللور أسوفيكاس بيبقى ديستربد. ديستربد لأن هو ربنا خلقه محكوم بفاكتورز كتير، أهمهم اللور أسوفيجيال سفنكتر، الدافراجم اللي هو بينش كوك ميكانيزم، الانترا ابدومينال سيجمنت بتاعت أسوفيكاس حوالي 3 سم، الممبرين اللي هو مهم جدا فرين أسوفيجيال ممبرين، وقلنا دلوقتي بنشوف حالات كتيرة جدا بعد عمليات السليف، لأن الممبرين ده
يعني اساسا بيتقطع في العمليات دي عشان يسلكوا الفندس كويس. يعني الانجل اوف هيس، الجوبر اوف فالف اللي هو الميكوزا والاورينتيشن بتاعها. المهم ان كله زي ما انا حاطط دايره كده في السيركل بتاعه المنطقه دي هي المشكله. يعني احنا بنقول لو الحته دي اتصلحت كل المشاكل بتاعه الريفلكس هتتصلح. يعني بنتكلم في حاجه ملي اناتوم، يمكن كل الفاكتورز اللي احنا بنشوفها معظمها ديافراجم الممبرين اللي بيتقطع، السفنكتر اللي بيبقى ديستربد، الانجلو فيس اللي هو بيبقى بدل ما هو اكيوت يبقى اوبتيوز، كل الكلام ده اناتوميكال. وبالتالي المانجمنت السيرجيكال هو الحاجه الوحيده اللي كان كوريكت كل الديستربد اناوماليز، اناتوميكال اناوماليز اللي هي حصلت سواء كانت بدون عمليه او نتيجه مثلا سليف مثلا اي حاجه تاني. المين مانجمنت عارفينه ان هو الميديكال تريتمنت وزي ما قلنا واللايف ستايل موديفيكيشن، لكن الاندوسكوبي دلوقتي بقى بيعمل شغل جامد سواء بالاستراتا او التيف او اللينكس، كلها حاجات جديده. لكن ما يبقى السيرجري هو الاساس بتاعنا وده اللي هنتكلم عليه النهارده. بي بي اي رغم انها فيري كومبتنت وافكتيف جدا في علاج الريفلكس، لكن طبعا لو قارناها بالسيرجري لا، السيرجري يعني بيبقى ياخد الابر هاند. نفس الكلام الاندوسكوبيك مانوفرز اللي هي التيف والستراتا واللينكس والاندوستيم وكل الكلام ده برضو لو قارناها بالجراحة الحاجات دي كلها تيمبراري وما بتقعدش فترات طويلة، والجراحة برضو بتتفوق عليها. الكلام الجديد ده دلوقتي طبعا ان ليه بقى في زيادة في عمليات الانتي ريفلكس ابتداء من لاحظناها من 2015 كده، لان بقى في زي ما قلنا awareness للcomplication على long term use of PPI، لان مش منطقي ولا طبيعي ان انا امنع البروتون بامب في كل اورجانز كتير زي الاستومك والهارت والكيدني والبرين والكلام ده، ان ما يبقاش فيه البامب دي، وبالتالي ديفينت لازم هيبقى فيه سايد افكتس على اللونج تيرم يوز، لان الريفلكس از كرونيك كونديشن، ده مش حاجه اكيوت وهيخف منها، لا ده عيان انت اخترت سكه الميديكال تريتمنت يبقى امشي بقى في الميديكال تريتمنت على طول. هيجي لك وقت تقلل شويه، لكن من اللي هيبقى العلاج بتاعك لفترات طويله وقد ينتج منها كومبليكيشن. وبالتالي بقى في مش عايز اقول رش، لكن في فعلا زياده في حالات الفاندوبليكيشن ابتداء من 2015 بعد ما كانت ابتدت تنزل شويه. هي زادت مع بدايه اللاباروسكوبي، لاباروسكوبيك فاندوبليكيشن عملت ايرا جامده جدا في التسعينات، ابتدت تقل مع تواجد البارياتريك سيرجري خصوصا الباي باس، لكن رجعت تاني تاخد الريباوند من 2015، وبنشوف حالات كتيره جدا دلوقتي بقت بيتعمل لها فاندوبليكيشن. ليه؟ لان معروف الانتي ريفلكس زي ما قلنا ليها سكسس بيتراوح من 80 ل 85%، ممكن ساعات توصل ل 90، وهي اللونج تيرم بتدي افكت اكتر من اي ميديكال او اندوسكوبيك مانوفر. وبالتالي زي ما بنقول بيجي بيشنت دلوقتي او بيبقى فيه دلوقتي بعض اساتذه الجهاز الهضمي هم اللي بيحولوا لك العيانين، يقول لك ده بقى له فتره كبيره على علاج ميديكال، انا بقى خايف يخش في كومبليكيشن من الميديكال تريتمنت، او الكومبلينس بتاع العيان ابتدى يتغير ما بقاش ياخد العلاج زهق، فهنا بيجي دور الجراحه. الجراحه طبعا اذا شايفين انها من ناحيه السيمتوم فري دايز بتبقى اذا كورنت بالميديكال تريتمنت هي افضل، والكواليتي اوف لايف طبعا افضل، لان عيان الريفلكس ده يعني الكواليتي بتاعت اللايف بتاعته بتبقى يعني متنيله خالص، لان هو بيجي له اوقات كتيره جدا ما بيعرفش ينام بالليل، من ممكن يجي له شرقه، ممكن يجي له ديسنيا، ممكن يعني الريفلكس يبقى زايد جدا بالليل والحموضه، فنومه بيبقى ديستربد، يصحى الصبح متضايق ومتنكد، يروح شغله تعبان. وبالتالي احنا بنقول ان من الحاجات المهمه قوي الكواليتي اوف لايف بعد بتتحسن جدا بعد السيرجري اذا قرنت
بالميديكال او اذا قارنت بالاندوسكوبي. ويمكن هنا البيبر دي عملت كومباريزون ما بين السيرجري والاندوسكوبي ومبينه ان الحاجات الاندوسكوبيك مانوفر سواء التيف والراديو فريكوانسي الاستراتا او اللينكس كلها حاجات يعني بنسميها شورت تيرم افيكاسي ما بتوصلش للونج تيرم زي السيرجري. طيب امتى بقى هنعمل السيرجري في حالات الريفلكس؟ السلايد دي يمكن مستفزه شويه لان هنا واضح ان في انديكيشنز كتير قوي، لكن هي دي فعلا الانديكيشن. انا ريفراكتور جيرد، وده هنبقى نعرفه بعد كده، اللي هو البيشنت اللي ماشي على دبل دوز من البي بي اي وبياخد الهايست دوز منهم، يعني بياخد هاي دوز مرتين في اليوم لمده شهرين وما بيستجيبش، ده بنسميه ريفراكتوري جيرد. بقيه الحاجات طبعا لو مع الريفلكس ده دايما نقول ان الريفلكس از فانكشنال ديس اوردر، لكن اف اسوشيتد بي انكونتنت كارديا او لور اسوفيجال سفنكتر ويكنس او هيتس هيرنيا، هو في الحاله دي يتحول الى اناتوميكال ديس اوردر، ما بقاش فانكشنال وبالتالي يحق لي انك انت تعمل له سيرجري. طبعا علاوه على ان يبقى فيه كومبليكيشن لو الريفلكس كان الكالاين، كل دي انديكيشن ل السيرجري، وده هنبقى نقوله بالتفصيل لما نتكلم مرة على موضوع الريفلكس بيرسي يعني مش السيرجري بس. طيب عشان أول خطوة في الجود أو سكسسفول فاندوبليكيشن إن أنا السيليكشن بتاع البيشن بتاعي يكون صح، لأن لقينا إن البيست ريزلت بعد السيرجري بتكون للعيان اللي هو عنده تيبيكال هارت بيرن، والهارت بيرن دي بتبقى فولي كنترولد بالبي بي آي. طب هتقول لي طب ما هو فولي كنترول على بي بي اي هو ليه هيعمل سيرجري؟ لان هو بقى يعني خايف من اللونج تيرم يوز اللي احنا لسه بنقولها. والبي اتش متري والمانومتري اثبتوا ان هو فعلا عنده ريفلكس، والسيمتوم دي ريليتد للريفلكس ايبيزود زي السنسيتيفيتي اندكس ما بينت. برضو البيشن اللي عنده اكسترا اسوفيجيال سيمتوم سواء اتيبيكال زي ريسبيراتوري او كاردياك وكده، برضو البيشنت قد يستفيد من الجراحه لكن مش بنفس الدرجه، لكن ما بمنعوش من ان هو يعمل العمليه لان العمليه ريلاتيف خلاص. حتى لو عمل الجراحه بيبقى في تحسن ما بيوصلش للاكسبكتيشن بتاع البيشنت اللي هي ال 90%، لكن اتليست بيوصل ل بيتر ذان هي ووز بيفور. الفاكتور اللي انا برضو لازم احطها في اعتباري وانا ابدأ مبدأ العملية، ان في حالات من البداية ما توقعش ان هتجيب نتيجة بالميديكال تريتمنت، زي ما احنا شايفين البيشن اللي عنده سوباين ريفلكس الاسوفاجيتس بتاعته كانت من نوع الايروزيف، ابتدى يخش في باريت، الريفلكس كان بايل، يعني اللي عنده ديفكتيف لور اسوفاجيال سفنكتر. دي فاكتورز لو البيشن ماشي على الميديكال تريتمنت تقول له ما تطولش، لان الحاجات دي مش هتخليك تستجيب كويس بالعلاج الطبي، ويفضل انك انت تشيفت تو سيرجري. طيب ليه الناس بتخاف من السيرجري والعمليات بتفشل اللي هو الفيلير اوف فاندوبليكيشن؟ بيكون زي ما انا قلت اول سبب واهم سبب improper patient selection، ما اخترتش البيشن صح، وهنشوف دلوقتي اختار مين، او ما عملتش بري اوبرتيف ورك اب صح اللي هو اساسا مهم جدا لتحديد نوع العمليه واختيار نوع الفاندوبليكيشن المناسب. ويبقى on top هو التكنيكال سكيلز بتاعت الجراح اللي هو ما ينفعش جراح عادي يعمل عمليات ريفلكس. أرجوكم هي العملية مش عملية يعني سبوبة وكده، لأن العيان اللي بيفقد الفاندوبليكيشن بتاعته أول مرة بتفشل، عمليات الردو من العمليات الصعبة جدا جدا جدا، وحنشوف إنها مليانه كومبليكيشن ومليانه ممكن كمان توصل لمورتاليتي. فما تحرمش العيان من فرصه، لو انت ما بتعملش فاندوبليكيشن حوله لبيشن عنده اكسبيرينس ان هو في العمليه دي مش يبقى ناقص عمليه يا سيدي، لكن ما ينفعش ان واحد بيعمل عمليه كل شهر او كل شهرين يقول لك انا بعمل فاندوبليكيشن. فدي من النقط المهمه جدا. طيب selection of patient انا هختار مين؟ خلاص اختار البرايمري، بلاش اعمل الحالات اللي هي ريكارنت او الريدو يعني،
خلاص ما اختارش واحد اوبيز، اختار البيشنت اليانج، لان كل ما البيشنت بيبقى اولد الموتيليتي بتاعت الاسوفجاس بتبقى افكتد، وبالتالي الريزلت ما بتكونش كويسه. ما اختارش واحد سايكيك ابدا، ده هيطلع عينك مش هيسيبك. فلازم البيرسوناليتي ستابيليتي تبقى 100%، واتاكد من النقطه دي. ما اختارش واحد ما مش هيقلع يعني عن التدخين، وانت لازم تفهمه لو هو من البدايه مقرر ان هو يستمر، قول له مش هعمل لك العمليه. يبقى مهم قوي طبعا برضو سمول هيتس هيرنيا، ما تخشش تدبس نفسك في حاله كبيره انتراثراسك ستومك او الهيتس هيرنيا كبيره مش هتعرف تخرج منها. فدي سيلكشن للي هو يعني عنده شويه اكسبيرينس في الهافاندوبلايكيشن، يحاول يختار بيشن بالمواصفات دي عشان ما يحتاس والعمليه توصل للريزلت كويس. طيب ابعد عن مين بقى؟ ما اعملش عمليه لمين؟ ما اعملش عمليه اللي زي ما قلنا للسايكيك ايروفيجيست اللي بيبلع هواء، خلاص اللي عنده موتيليتي ديس اوردر جامده جدا، وجامده جدا دي ساعات بتتكتب انها اتونيك زيرو، ما تعملوش انت ما فيش بريستالسيس خالص، خلاص البي اتش ستادي ما اكدتش ان العيان عنده ريفلكس، ممكن يطلع الدايجنوزس غلط انكريت دايجنوزس، موضوع تاني خالص. والاوبيز معلش احنا طيب احنا معلش دوست غلط. طيب معلش كان دوست زرار غلط. اخر واحد اللي هو ما نعملوش عمليه اللي هو الاوبيز، خصوصا المورمد اوبيز. ليه؟ معروف الانترا ابدومينال بريشر من الحاجات اللي بتاثر جدا جدا على الابدومينال سيجمنت بتاعه الاسوفجس وعلى الاستومك. فزي ما هتاثر على الاسوفجس هتاثر على الاستومك، والبريشر العالي اللي في الاستومك ممكن يعمل ديليد امتنج وممكن يعمل ابورد ريفلكس. فالعالم دي اللي هي بنحولها، او اذا كنت انت من الناس اللي بتعمل بارياتريك سيرجري يفضل انك تاخدها وتعمل لها بارياتريك اوبريشن، هتحل لها المشكلتين، مشكله الاوبيستي ومشكله الريفلكس. لكن لو العيان دخل في ريكارنس خلاص، لا ريكارنس يبقى لازم اسوفيجيال سيرجن هو اللي يعملها مش بارياتريك سيرجن. الحاجات برضو اللي تدي سكسسفول اوبريشن التكنيكال بوينتس، ويمكن هنا في 8 او 9 بوينتس هنقولهم بالتفصيل ان ديتيلز، لكن كل بوينت من دي مهمه جدا جدا جدا، لان لو ما اتعملتش صح هتاثر على العمليه كلها، رغم ان هنشوف انها بوينت صغيره خالص يعني ما بتاخدش كل حاجه منهم دقيقه، لكن الدقيقه دي بتتحسب كعمليه كامله. طيب ايه الريسك فاكتورز؟ ان انا لو انا عملت عامل ريسن واتوقع ان الريزن ما تكونش كويسه، لو انا بري اوبرتيف ما حضرتش العيان صح، عملت له مانومتري وطلع المانومتري ان البريستالسيس ويك، وصممت ورحت داخل بغشم عملت له كومبليت نيسن، ديفينيت العيان هيعاني بعد العمليه من ديسفيجيا، يبقى ابسنت بريستالسيس او ويك اقل من 40 او توتال ما فيش بريستالسيس نان بروباجيتد، يفضل ان انا اعمل له بارشال راب ما عملوش كومبليت عشان امنع الكومبليكيشن. يبقى البيشنت اللي عنده باد اوسوفيجيال كونتراكتيليتي ما عملوش الصوره الاولى زي ما احنا شايفين اللي هي كومبليت نيسن، لا اعمل له البارشال اللي انا زي ما احنا شايفين الاسوفيجاس الانتيريور سيرفيس بتاعه بيرد يسمح بالديستنسبيليتي ان هو يكبر فيها. طيب الديفيكالت كيسز اللي هي برضو ما اختارهاش، وانا داخل عارف انها هتكون صعبه، لو انا العيان المنظار قال لي ان هو عنده شورت اسوفجس، لو العيان عنده الهيستوري بتاعه ادى لونج ديوريشن، لو الاستومك كانت انترا ثوراسيك يعني هيوج هياتس هيرنيا، او الريكارنت كيسز، دي حالات طبعا معروف انها فيري ديفيكالت. انا عايز بس هنا الديفينيشن بتاع هيوج هيتس هيرنيا، الهيوج هيتس هيرنيا باي اندوسكوبي اللي هي الهيرنيا اكتر
من 5 سم. بايراديولوجي اللي هي more than one third of the stomach herniated inside the chest. Intraoperative لو انا كل ما اجي انزل الهرنييتد ستومك ترد تاني. يبقى الديفينيشن بتاع هيوجيتس هيرنيا اندوسكوبيك وراديولوجيكال وانتراوبرتيف. لو انا انتراوبرتيف ستومك باينه كده اجي اشدها مش عايزه توصل تنزل وتروح رده تاني، يبقى انا قصاد حاله مش سهله واتوقع انها هقابل فيها صعوبه، ويمكن انا يمكن من الحالات اللي ديسيفد فيها اخيرا الصوره اللي انا حطيتها الانتراثراسيك ستومك دي، البيشن كان المنظار قال لي 3 سم وعلى اساسها قلت للبيشن يعني العمليه يعني توتال كده حوالي 1 اور، لكن للاسف قعدت 5 ساعات لان كان كل الموبقات فيه انتراثراسيك ستومك مش عايزه تنزل، شورت اوسوفجاس فيري تنس اديجن يعني. والحمد لله يعني كملت بخير يعني. الحاجات بقى طبعا اللاباروسكوبي زي ما قلنا رغم ان هو سهل وخلى ناس كتير تبدا يعني تستقوى وتخش فبدا يعني على اساس تعمل عمليات الريفلكس، ولكن ده ادى الى حدوث كميه كبيره جدا زي ما قلنا من الكومبليكيشن. ابتدينا ان العمليه دي تعتمد هنسميها هوسبيتال فوليوم. يعني ايه هوسبيتال فوليوم؟ يعني في مكان يعمل عمليات كبيره كتيره من نفس النوع سبيشاليتي. عشان كده احنا بنقول ان ما ينفعش ان العمليات دي تبقى جراح مثلا بيشتغل مره كل شهر او شهرين يعمل حاله ونقول لا ده يتحول له حالات، لا لازم ايدك كتير جدا في الحالات، والمستشفى او الوحده اللي انت فيها معروف ان دي وحده جهاز هضمي علوي. ليه؟ زي ما قلت لان الغلطه بفوره هنا المورتاليتي بتوصل ل 2%، موربيديتي بتوصل ل 20-40%. العمليات بتبقى صعبه في بعض الحالات وفعلا يو كان انجر ذا اسوفجاس، يو كان انجر ذا ستومك، وتتحول العمليه الى فعلا فيري فيتال اوبريشن. حتى السكسس بيقل جامد، فادي العيان فرصته في المره الاولى ان هو يتعمل له الصح الحاجه الصح. الكارنت كيسز اللي احنا بنشوفها بتكون معظمها نتيجه اخطاء تكنيكال خلاص. يعني يمكن الصوره دي موضحه ان انا هنا الراب شورت فيري شورت ده 1 ستيتش، طبعا ديفينيت العيان هيجي له ريكارنت ريفلكس. هنا برضو الباريوم والريكارنت كيسز هنا الراب مايجريتد في الشيست، يبقى ده راب ما تثبتش انترا ابدومينال كويس وبالتالي بقى مايجريتد في الشيست. اصعب حاله اللي هي البيشنت يجي له مايجريشن للاستومك فوق الراب، مش الراب هو اللي بيطلع على الاسوفجاس. ليه؟ لان لما يحصل بنسميها تلسكوبنج، حته الاستومك طلعت فوق الراب، الاستومك اللي طلعت فوق الراب دي سكريتنج اسيد، وتحتها الراب عامل اوبستراكشن، فالاسيد ده هيروح فين؟ والعيان اوريدي عنده انكومتان كارديا او فهيطلع على الاسوفجاس، فالسيمتوم بتاعته كريفلكس بتزيد جدا جدا عن قبل العمليه، وفي نفس الوقت يبتدي يخش في ديسفيجيا لان سعادتك الراب بقى على الاستومك مش على الاسوفجاس. يبقى انا لو جالي بيشنت بوست اوبرتيف عنده كومبايند ريفلكس وديسفيجيا افكر على طول في ان الاستومك مايجريتد اباف ذا راب. برضه هنا زي ما احنا شايفين الريكارنت كيسز كل اسبابها الراب، لا اما الراب فرقع لا اما فيري شورت او العكس تماما فيري لونج ودخل العيان في ديسفيجيا. ودي هنبقى نتكلم مره ان شاء الله على حالات الريدو. يعني نفس الكلام طبعا هنا زي شايفين الراب مايجريتد في الشيست ودي كلها حالات ريكارنت. طيب نيجي بقى للعمليه ذات نفسها النيسن فاندوبلكيشن. انا هقف بس دقيقه كده دكتوره زهره، في اي سؤال في اللي فات يا جماعه؟ اي حد عايز يسال اي حاجه؟ السلام عليكم. ازيك يا دكتور رضا؟ السلام عليكم. انا دكتور سلوى، استاذنا الكبير. ازاي حضرتك؟ ازيك؟ منور الليله والله يا دكتور ثروت بيه. والله ربنا يكرمك يا بيه. بس ازاي بقى اتكلم مع حضرتك يعني انت؟ لا ازيك يا بيه؟ انت استاذ الهيئه في مصر كلها. ربنا يكرمك يا بيه، تسلم لي يا بيه. اتفضل يا بيه لو عايز تسال حاجه.
بقول لك يا رضا، عملت الحاله دي دايما ربنا يعزك تحت تلاميذ الله حضرتك يا يخليك ربنا الله يكرمك يبارك. يا رب. بقول لك يا رضا، انت قلت يعني هو في سؤال الاولاني، انت قلت لو في واحد بيعمل من ضمن الانديكيشن بنبقى في جول ستونز وهايتس، هل دي بتحتاج على طول دايركت سيرجري ولا ممكن نتراي الميديكال الاول يعني؟ يعني ما فيش لا رول ده للميديكال. بص يا بيه، النقطه دي مهمه، وانا كنت يمكن جبتها حاله في الكومنتري في الام دي، ان البيشن اللي عنده كومبايند عنده جول ستون يعني عنده كل كرونيك كاركوستايتس وريفلكسد وعنده ريفلكس، الويل لو البيشن ده راح لحد ما بيعرفش يعمل ريفلكس وقال له هشيل لك المراره، لما بيشيل المراره في بيشن عنده اوريدي ريفلكس نتيجه هيتس هيرنيا او انكومتن كارديا او الاثنين مع بعض، البايل ريفلكس دلوقتي بيبقى بعد العمليه مميت للبيشن ده، وبيدخل العيانين دول يقول لك بيلعن اليوم اللي عمل فيه شال المراره. فاما يعني يفضل انا بعمل الاثنين اون وان سيشن، اذا ثبت ان العيان عنده مراره وعنده هيتس هيرنيا بعملهم الاثنين مع بعض. طيب يعني الحاجه السؤال الثاني، العيانين اللي بيبقى عندهم اللي هو بوست اوبراتيف مش قادر الاركتيشن عندهم بيبقى صعب جدا وبيتضايقهم، بيستمر معاهم فتره قد ايه غالبا يعني؟ بص يا بي، دي من اصعب المشاكل، هو بنسميها جاز بروبلمز، اللي هو يعني بنجمعها كده كلها مع بعض، جاز بلوس الجاز سندروم. بيبلعه ومش عارف يخرجه من فوق، فيبقى يخش ينزل على تحت على الكولون، يبقى يجيله فلاتولانس ويخرج ريح كتير من تحت وبتبقى ديستربت. بس احنا بنساعده في هو بيختفي، كل الحاجات دي بيبقى سيلف ليميتد ان شاء الله يعني، لان الراب عمره ما تايم تايم قد ايه؟ في عيان عندي مطول انا شويه في حكايه الاركتيشن، يعني ممكن 6 شهور يا بيه، ممكن ست شهور يعني بيقعد لغايه 6 شهور، ست زمان شهور كنا ثمان بنقول شهور. 3 شهور. هو اللي بينقذه ايه؟ انت بقول لحضرتك في الفتره دي بتدي له شويه يوكربون على ادويه الحاجات اللي هي، وما يتكلمش وقت الاكل، مهم جدا عشان ما يبلعش هوا، كل ده مؤقت. لكن بيبقى اللي بيحصل ان الراب ما بيفضلش على حاله، لازم طيب بيحصل له شويه ويكنس طيب على مدار الشهور، فشويه التريح اللي هيحصل في الراب ده هو ده اللي هيخليه يعمل يفك يعني من بيفك فوق يعني ريبتيشن، يبدا بيرجعه تاني يعني. شكر جدا يا دكتور رضا، ربنا يكرمك بيه، نستمتع ونكمل معاك المحاضرة الجميلة دي. نكمل يا بيف، في أي سؤال تاني نكمل دكتور التصوير. زهرة؟ ما فيش حد يعني رافع ايده، لو في اي طيب حد يفضل. طيب عايز بس تقولي لي الوقت، لأن أنا ما نسيت عنديش بس حاجة اشكر الدكتورة زهراء على الجروب الجميلة دي عايز. والمجهود الضخم عليها والله، يعني يا ست يعني ربنا والله احنا يجعل في ميزان يعني حسناتها يعني. ربنا يكرمها، شكر جدا وفعلا شكر جدا. يعني بتشيل يعني لا لا طاقة ده جامدة. حاجة جميلة جدا يعني، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. طيب الموضوع الأساسي النهاردة اللي هو how to make a successful fund application، يعني أنا بتكلم أساسا على الناس، إن إحنا عندنا أنواع كتيرة من الفند أوبليكيشن، في الكمبليت وفي البارتشال في البوستيرور وفي الأنتيرور، يعني ديتيلز كتيرة قوي أنا يعني مش هنتكلم عليها دلوقتي عشان برضه دكتورة زهرة احتفظ على الوقت. فهنتكلم على اللي هو الكمبليت اللي هو النيسن. زي ما انا قلت في التكنيكاليتي بتاعت العمليه دي، رغم انها يعني اللي يشوفها كده يقول ايه ده انا هنزل بكره اعمل لي 3 4 حالات، هي ماشي، هو السهل الممتنع زي ما بنقول، لان في بوينتس معينه ما تستغرقش زي ما بقول كل بوينت دقيقتين ثلاثه، لكن مهمه جدا جدا اذا كانت اذا اوميتد او اتعملت بطريقه غلط بتؤدي الى الرزق. ما ننساش ان العمليه كلها از ا فانكشنال اوبريشن، تختلف عن عمليات الاناتوميكال اللي هي زي مثلا انا عندي مراره ديزيزد فيها 1000 حصوه، انا دخلت شلت المراره انتهى، ما زايده انفليمد دخلت شلت الزايده الموضوع انتهى. لكن انا هنا انا بغير في الاناتومي اللي ربنا خلقه، بحاول اصلح ديفكت في سفنكتر، بحاول اعمل ريبير لكروره مفتوحه، فكل الكلام ده الريزلت بتاعته كفانكشنال عامل زي اللي بيفصل بدله، لا اما يفصلها صح لا اما مش هتبقى مظبوطه، واسعه هتبقى غلط، ضيقه هتبقى غلط. فلو بصينا للنقط دي هنلاقي نقط يمكن بعض الناس عندنا بينسوا بعض النقط منها، لكن معظمها
كلنا الى حد ما بنعمله. انا بس في نقطه مهمه قوي اللي هي فندس تو فندس. النقطه دي مهمه جدا وهنشوفها في الفيديوهات، ان كتير جدا عندنا ما بياخدوش الفندس كبيور فندس، ينزلوا تحت شويه علشان اسهل بيجي معاهم اللي هو البادي. فلو انا اخدت البادي تو فندس العمليه فاشله مره زي ما بيقولوا بره، هتفشل العمليه جدا، لان انا لازم اخد الفندس للفندس طول الراب. وجود الراب على اللور اسوفجس مش على الاستومك، طب اعرف منين ان انا على اللور اسوفجس؟ البلسي فات، لازم البلسي فات يبقى تحتي، انا الراب بتاعي فوقه، عمر ما احط الراب على الفات ذات نفسه كمان، لازم اعلى فوق الفات. نقطه الديفيجن بتاعت الشورت جاستريك، انا شايف ان المفروض ما يبقاش فيها ديبيت، لكن طبعا استاذنا الكبير دكتور خالد الفقي من الناس اللي هو بيشتغل كتير جدا اللي هي الروسيتي موديفيكيشن، اللي هو يعمل الراب بدون قطع الشورت جاستريك. انا من نوع الروتين بقطع الشورت جاستريك عشان نعمل ليبريشن كويس او موبيلايزيشن كويس للفندس عشان يجي معايا مرايا. فبقيه النقط هنشوفها ان شاء الله واحنا بنتكلم. دي الستيبس بتاعت العمليه، خلاص هنشوفها البوزيشن. اول ما اخش لازم اعمل اكسبلوريشن، ابص كده على مكان، خصوصا مكان ما دخلت من بالبورتات، ما يكونش في بليدنج، ما يكونش دخلت في ميزنتري كلام ده. بتاكد برضو ان الاستومك تبقى فاضيه، لان لو الاستومك منفوخه بتخلي الفيلد مش كويس، فلاما اطلب من دكتور التخدير يدخل رايل ويشيلها او بوجي واطمن ان انا فضيت الاستومك. هنا بقى كل زي بيقولوا شيخه ليه طريقة، أنا طريقتي ثابتة ما بغيرهاش. أنا ببدأ الديسكشن بتاعي من الليفت كراس، الفرينو أسوفيجيال ليجامنت بقطعه خلاص وبسلكه. ليه بعمل كده؟ وبعد كده بنزل على الشورت جاستريك. لما بعمل الخطوة دي بتسهل لي جدا الموبيلايزيشن بتاعت الشورت جاستريك، وببعد بالاستومك عن السبلين اللي هو بيبقى لازق بالشورت جاستري. فهنشوف في الفيديوهات لما بقطع او بقطع بقص البريتونيوم على اللي هو الفرينو اسوفيجيال ليجامنت بيسهل لي الامور جدا. بعد ما بخلص وانزل على الشورت جاستري واربطهم، اروح رايح على الرايت سايد، اخش بالبارسي فلاسيدا افتحه واوصل للرايت كراس واسلكه واخلي بالي من الفيجاس، واخش من تحت الفيجاس اعمل الويندو. وبعد ما بعمل الويندو بعمل تيست ان انا بجيب الفندس اعديه واعمل الشو شاين تكنيك او فوت الظهر، او اللي هو اشوف الفندس فيري موبايل وما فيهوش اندر تنشن، ان انا لو سبته الجزء اللي على الرايت اسوفجاس بيفضل ثابت، يبقى معناته ما فيش اي تنشنه. وبعد كده اعمل ارجع الفندس تاني بمكانه واعمل الريبير بتاع الكروره، وخلي بالي في ريبير من تحت وممكن احتاج لغرزة او غرزتين انتيرور عشان ما يحصلش هامنج للاسوفاس. كل ده هنشوف في الفيديوهات. وفي الاخر بعد اعمل الراب بتاعي احافظ على طوله، احافظ على مكانه ان هو يبقى فوق الباد اوف فات البلسي فات، يعني على اللور اسوفاس طوله ما يزيدش عن 3 سنتي، ما يبقاش اندر تنشن وما يعملش تويستنج للاسوفاس، مريح فندس تو فندس، ما يجيبش بادي. كل النقط دي مهمه. نقطة مهمة جدا جدا، العملية ما بتنتهيش على كده. كتير جدا ان انا لازم وانا بعمل الكرورة ريبير وبعمل الراب ان انا I have to test ببوجي، كل شوية ادخل البوجي واخرجه واشوف ماشي سموث، ما عملتش تايت ريبير او تايت راب. ودي نقطة مهمة جدا، لان هنشوف احد الفيديوهات اللي انا حصلت لي انك تيجي تدخل البوجي بيخش ساجنج في البوستيريور اسوفجاس، مش عايز يعدي الراب، هنشوف حلها ايه. يبقى دي الخطوات بتاعه العمليه. اول حاجه البورت بوزيشن ده ثابت عندي، انا ما بغيروش، انا بستخدم 5 البورتات، 2 10 او 11 و3 خمسات، وده البوزيشن بتاعهم. ده الكاميرا اللي هو فوق الامبلايكس. في طريقه ليا كده ان انا برسم السب كوستال وباخد لاين في الميد لاين، وفي الانتيرو كلافيكولار لاين بنزل خطين طوليين، وباخد هاند بريس تحت الكوستال مارجن واعمل خط بالعرض واحط البوزيشن بتاع التركار بتاعتي في الاماكن دي.
اللي فوق ده بيبقى للليفر التراكتور ناترسون، والوركينج بورت اللي هو الخمسه وال11 اللي هو على الميد كلافيكولر، والخمسه اللاترال خالص في الانتيرور اكزيلري ده للاسيستنت عشان يعمل تراكشن للجريتر اومنتم او لرفع الاسوفجاس اثناء الريبير. دي حالة هيوج هيتس هيرنيا خلاص. مجرد بس انا اول ما دخلت زي ما قلنا بنعمل اكسبلوريشن، ده شكل هيرنيا اقدر اقول عليها هيوج. ليه؟ لان احنا قلنا كلينيكالي اكتر او تلت الاستومك داخل في الشيست، وده الكراس هنا واسعين جدا يعني الديفكت واسع جدا. فانا ببدأ زي ما بقول انا على طول بعد ما عملت اسيسمنت وعرفت ان انا اقدر اكمل، ببدأ من على زي ما قلت الليفت سايد ان انا اقطع الفرينو اسوفيجيال ليجامنت خلاص، ويعني حبة شارب وحبة ديسكشن تو اكسبوز. هنشوف الكلام ده كذا مرة معاد، لما بنزل كده بيعمل لي اكسبوجر للليفت شورت جاستريك كويس. دي النقطة اللي انا بقول عليها الفرينو اسوفيجيال ليجامنت. هنشوف دي حالة برضو شايفين دي حالة ما فيهاش انتراثوراسك ولا بايجريتد ستومك ولا حاجة. في هيتس هيرنيا شايفينها ديفكت واضح جدا خلاص. وادي الستومك ديفكت اهو بيوسع كل ما بنبدأ نرفع راس البيشن. طبعا البوزيشن مهم قوي ان انا زي حالات السليف برفع راس البيشن علشان الفيو بتاعي يبقى اتاكينج الهيتس على طول. هنحاول نمشي شوية. انا هنا بعمل assessment يعني demonstration او بقيس ال defect زي ما احنا شايفين قد ايه خلاص، علشان اشوف اذا كان اكتر من 4 سنتي بيبقى فيه احتمالية ان انا احتاج مش، لكن لقيت ان هو يقدر يتجاب ان شاء الله بريبير. فابدا الاسيستنت بيشد لي الاستومك لتحت، وانا بايدي الشمال بشد الاستومك على الرايت سايد، وابتدي اشوف زي ما احنا شايفين اللي هو ديفيجن للفرينو اسوفيجيال ليجامنت. هنشوف اهو بنقطع بقطع وانزل بلانت، اقطع وانزل بلانت، وما بقطعش كتير علشان ما اخشش على الماسل فايبر بتاعت الكراس زي ما احنا شايفين. النقطة دي كل ما بنزل بتسهل لي بتبعد لي الاستومك عن السبلين، بحيث ما اجي انزل بقى اربط الشورت جاستريك زي ما احنا كده اهو بننزل. كل ده بينفعني جدا ان انا الاستومك بتبعد خالص عن السبلين. وانا هنا عملت خلاص ابتديت الليفت كراس يظهر لي. خلاص الليفت كراس ابتدى يظهر، ودي خطوه الفرينو اسوفيجيال ليجامنت ان انا او الممبرين ان انا بقطعه. وزي ما احنا شايفين قربنا ننزل اهو ناحيه السبلين، وكل ما خلاص انا كده اكتفيت. هنزل بقى على اربط خلاص او اعمل ديفيجن يعني للشورت جاستريك. بختار الحته اللي هي اقرب حته بتبقى يعني حوالي 3-4 من الشورت جاستريك اللي هو فيها، وبتعمل لها ليجيشن خلاص ومكمل على فوق. سهلت لي الامور ان انا زي ما قلت ان انا مسلك الفرينو اسوفيجيال ليجامنت. هنا الشورت جاستريك او ان انا بربط دكتور رضا. نعم يعني كنت بس تسمع حضرتك يعني نجيب الفيديوهات لوحدها، لانه الباوربوينت عامل خطوط كده.
انا مش عارف الخطوط دي جت منين بصراحه. طيب ثانيه واحده بس حاضر. الفيديو واضح يعني. لا لا ده في واضح قوي، بس الخطوط دي انا مش عارف جت منين بصراحه. هو معلش طب يا دكتوره غالبا ادهي لي زينه من الباور بوينت. طيب البرنامج نفسه انا هقول لحضرتك حالا. يا دكتور رضا. ايوه يا باشا. احيانا الفرين فرينك ليجامنت بتبقى ضيقه جدا ونارو جدا، بحيث انك انت انك تبدا الابروتش عندها ديستكشن احيانا بتبقى صعبه جدا، فبتبقى فيري نارو. ويعني لما كنتش تجيب الشورت جاستريك من تحت لفوق الحته المنطقه دي ما بتعرفش توصل لها، وخاصه في الاوبيس بيشنت يعني. ف والله بي انا يعني فين الفيديوهات اللي تحت؟ هتهالي معلش. انت دايما انا بستعد بس بستعد الفيديوهات ذات نفسها، مش عايز الباوربوينت. ايوه هي دي. فين بعتي لي فين دي؟ معلش بستعد بالخبيرة بنت حضرتك. اكيد. فين اظن ده ممكن يكون من الزوم، انا مش عارف. انا مش عارف ليه حصل الخطوط دي يا دكتور رضا. الفيديوهات واضحه يعني، مش الخطوط دي مش مقصره قوي يعني. رجعينا تاني. مش مقصره قوي يعني. خلاص هي انا مش عارف هي ظهرت عندي ليه برضه. انا مش عارف من الزوم ده النهارده. مش حد موصي عليك يا باشا؟ الخطوط راحت كده. الخطوط راحت. طيب ماشي نرجع باوربوينت بقى. ما قلتليش الاجابه يا دكتور رضا. بقول لحضرتك انا يعني بصراحه ما قابلتنيش ان انا ما اقدرش اربط او اقطع سوري الفرينوسوفيجيال، حتى لو السبيس ضيقه بقدر بالتراكشن كويس انزل الاستومك ويتعمل. لكن لو طبعا لو في صعوبه يعني هبدا طبعا بالشورت جاستريك. هي زي ما بقول لحضرتك الفايده، لان انا زي ما انت شايف هنا خلاص يعني شايف الاستومك بعيده خالص، وانا بعمل الديسكشن بعدت خالص عن السبلين لان انا مسلكها من فوق، فمجرد من فوق ومن تحت بعمل له جويننج لبعض خلاص الدنيا بقت ما بقاش في خطوره، والليفت كراس اقدر اشوفه كويس قوي وبسلكه مفيش اي مشكله. وده اللي هنشوفه يمكن في فيديوهات افضل من كده كمان، يمكن ده بهتان شويه. في ناس بتبدا بالرايت سايد خلاص اللي هو البارسي فلاسي ده بيخشوا يعني منه كستارت من البداية. أنا دايما لا بخش له بعد ما بكون عملت الليفت سايد وسلكته خلاص. أنا هنا خش اهو من البارسي فلاسي ده اللي هي الأفاسكولار. فكرة كويسة بس وتسهل لك بعد كده نيجوشيشن. حتى نعم يا بيه بتسهل لك بعد كده حتى لما تخش من خلاص انا بالظبط. انا هنا بعمل ديسكشن على الرايت كراس اللي انا شايفه ده، هبدا اسلك عليه خلاص. والتسليك بيبقى فيري جنتلي، بفتح طبعا الاسيستنت هنا رافع لي الفات بالجراسبر بتاعه، وانا بايدي اليمين والشمال بحاول اعمل الريترو اسوفيجيال تانل او الويندو. بيقابلني حاجات كده ساعات اكويها وساعات اعمل لها بلانت ديسكشن يعني زي تراكشن كده في التو ديفرنت دايركشن بتتفتح على طول. هنشوف انا هو الباوندري بتاعي الرايت كراس ما ببعدش عنه، ما بقربش فوق ناحيه الاسوفجس. انا لازق على الليفت سايد اللي هو الرايت كراس. ايدي الشمال هي دايما على الرايت كراس، هي دي اللي هتوصلني خلاص. احيانا بخلي الانستيولوجيست يدخل لي بوجي عشان اشوف حدودي، اشوف الاسوفجس واصل لغايه فين. لكن
يعني مجرد بس اول ما اشوف الاسوفجس بخليه يطلعه، لان ما ينفعش تعمل تانل وموجود بوجي في الاسوفجس، بيضايقك جدا. فانا هو عمال اسلك وادي البتاع، نشوف طبعا التانل وادي الاسوفجس في الانتيريور هيتسلك خلاص. وبعد ده اللي هم الناس اللي بدات من الرايت سايد بيرجعوا بقى على يشتغلوا من الاذر سايد. الديسكشن بتاع اللور اسوفجس ده شفناه. الكرورا ريبير بعد ما انا سلكت، هنشوف الفيديوهات، ابدا اعمل اسسمنت للسايز بتاع الديفكت، هنشوف برضو في الفيديوهات بعد كده. اذا كان زي ما قلت اكتر من 4 سنتي يبقى ده هيحتاج رينفورسمنت بمش. انا بقول رينفورسمنت يعني بمعنى ان انا لازم برضو اقفل الكرورا، احاول ان انا اقفلها تعمل لي زي بيز احط عليها المش. صعب جدا ان انا احط بريدجينج بالمش، مش صح خالص. يعني ان انا اجيب المش توصل من الشمال لليمين، لا انا بقفل وبعد كده احط المش، حتى لو القفل بتاعي ده ما كانش ايديا. طيب في طرق طبعا هنشوف انها بتمنع ان انا اجيب، هنشوف الحاجه اسمها ميدياليزيشن والكلام ده هنشوفه بعد كده. نيجي بعد كده الراب ذات نفسه، واكتر مشاكل بتحصل في الفاندوبليكيشن بتيجي من كونستراكشن للراب، اللي هو دي الصوره اللي انا عايز اقول لكم عليها، اللي هي ان حته الاستومك هرنيتد فوق الراب، ودي اللي الحاجه الوحيده او الكونديشن الوحيد اللي يعمل بوث ديسفيجيا وريفلكس. موستلي البيشنت بيجي يشكي بحاجه منهم، لا اما ريكارنت ريفلكس ما اتحسنتش او الريفلكس رجع لي تاني، او بيشنت تاني يجي له ديسفيجيا. لكن ان هو يشكي بالاثنين مع بعض على طول، احط في دماغي ان الاستومك طلعت، او مش الاستومك طلعت، ان انا فروم ذا ستارت اي ديد ماي راب اون ذا ستومك، ما حطيتش الراب بتاعي في المكان الصح، حطيته على الاستومك. دي طبعا صور اندوسكوبي بتورينا تويستنج وشورت راب ولونج راب، دي كلها الحالات اللي احنا بنتكلم عليها الردو. من الحاجات برضو المهمة اللي هو البلسي فات، لو البلسي فات عندك يعني بنشوف حالات البلسي فات ده كبير قوي، يعني واخد حجم كبير، you have to remove لان هو بيضعف لك الراب اللي انت هتعمله، فمالوش اي معنى انك تسيبه، بتشيله. البوجي سايز برضو عشان الناس هتسأل عليه، انا بستخدم بوجي كبير لازم 50، انا محبش جدا ان العين يجيله بوست اوبراتيف ديسفيجيا. كلهم يعني اللي بيستخدموا 40s والكلام، وفي ناس بتستخدم اقل من 40 كمان، بيحصل لهم ديسفيجيا بوست اوبراتيف. وعشان امنع برضو او اتاكد ان البيشنت مش هيحصل له ديسفيجيا، انا دايما يعني بعد ما بخلص بمسك الغرز اللي عملت بيها الراب وارفعها لفوق، واتاكد ان انا في سبيس قصاد الاسوفجس وتحت الراب، يعني في سبيس ما بينهم. الفاندوبليكيشن زي ما قلنا هي الخطوه المهمه، اذا كنت هتعمل كومبليت اللي هو النسن، او هتعمل التوبي اللي هو البارشال لو انت خايف، او البيشنت كان عنده بري اوبرتيف مانومتريك مبين لنا بريستالسيس ويك من 40 ل 70، يبقى تعمل له البارشال راب. يبقى الراب اللي انا هعمله ما طولش 3 سنتي، ما فيش اسوفيجيال تويست. يعني ايه اسوفيجيال تويست؟ ما فيش، اعرفه منين؟ لو انت الراب بتاعك اندر تنشن، ما ربطتش شورت جاستريك، وتيجي تعمل الراب، الراب هياخد اللور اسوفجس ويلف بيه خلاص، فده هيعمل له تويست واوبستراكشن، ما يبقاش تايت زي ما قلنا، ما يبقاش اندر تنشن اللي هو الشوشاين مانوفر، ويبقى على الاسوفجاس ما يبقاش على الاستومك خلاص، مهمه جدا جدا. نيجي بقى للغرزه الاخيره، تاخدها ولا ما تاخدهاش، انا هوريها لكم. انا باخدها في كل الحالات عندي تو بريفنت المايجريشن للراب في الشيست، باخد غرزه ما بين الرايت كراس والرايت بارت اوف ذا راب. طيب نيجي هنا الراب، هنشوف في الفيديو ده. هنا انا عملت الديسكشن للاسوفجاس، انا باخد الزي الازرق ده اللي بيبقى في الفوط، وهو ده اللي انا بعلق عليه. الخطوط ابتدت تظهر تاني، مش عارف ايه السبب يعني. انيهاو خلاص، وساعات احط كليب على كده، او احط اعمل رابطه وابدا اعمل الريبير بتاعي بتاع الكراس زي ما احنا شايفين خلاص.
باخد غرزة اتنين تلاتة. اللي انا بستخدمه انا بستخدم ايسي بوند، ما بحبش استخدم البرولين، في ناس بتستخدم برولين، مهم حاجة نان ابزوربابل. انا بستخدم الايسي بوند 2-0 على ابرة 26 وبقسمها نصين وبخلي النص كله بخش بيه جوه عشان ما اقعدش اقعد اخرج واخش. بعد كده بعمل الراب زي ما احنا شايفين مريح خالص مفيش اي مشكلة، وحبدأ اخد الغرز بتاعتي هنشوفها في ده. طبعا المهم قوي ان انا بتأكد ان البوجي بتاعي بيخش كويس. اول غرزة شايفين ده البلسيفات، انا لازم اطلع فوق وارجع لصوف ما يبقاش تويستد، الاسيستنت بتاعي اللي بيشدلي ما يجيبليش يمين ولا شمال، يسيبني لصوف جاس ستريت في النص. باخد اول غرزة ليا انا باخدها تحت عشان اضمن ان انا الليفل بتاعي ابنيه على فوق على الاسوفجس، مش هنزل على الاستومك. انا عامل هنا الحركه ببطء شويه عشان نشوف ان انا لما اجي اخش خلاص، وباخد فول سيكنس، ما ينفعش الغرز الضعيفه ياخد فول فيك. واعرف منين ان هو ده فندس؟ زي ما احنا شايفين الديفيجن بتاع الشورت جاستريك اهو، يبقى انا في المنطقه الصح فندس تو فندس. اوكي مهمه جدا هنشوفه في فيديوهات اوضح من كده. ده اللي هو الراب تنشن اللي هو بنسميه خلاص بجيب الراب من ورا الاسوفجس وبعمل الشوشاي. الراب ستيتش فيكسيشن دي اللي احنا بنقول عليها بعد ما بخلص الراب خلاص انا عمال اهو الراب بتاعي ما يبقاش طويل 3 سنتي يا دوبك 3 غرز، ممكن اخد غرزه زي ما احنا شفنا في الاسوفجس من تحت او ساعات اخدها في اخر غرزه فوق، خدش بايت كبيره والنبي في الاسوفجس ارجوكم، ما اعملش ترانسفيكشن يا دوبك حاجه في الول. هنشوف بقى انا بس عايز اللي هي الايه الغرزه الاخيره. ادي دخلت في الاسوفجس وبعد كده اخش في الرايت سايد بتاع الراب. هنا بقى الغرزه اللي احنا بنقول عليها ادي خلاص اهو خلصت. دايما بتاخدها من تحت فوق يا دكتور رضا ولا بالظبط دي بقى الغرزه اللي انا هقول عليكم ده. طبعا زي ما بقول بعد اي خطوه اخلي الانستيسيولوجيست يدخل البوجي اتاكد ان انا السكه سالكه ومفيش اوبستراكشن للباسج بتاع البوجي، لان لو لقيت كده ممكن افك غرزه افك اهو البوجي بيخش هو هنا واقف بس عشان التايت بتاع الغرزه بقى اللي انا هاخدها اهي. ادي الراب رايت سايد باخد ادي بايت وبعد كده ببعدها الاقي الرايت كراس ورايا اللي انا قافله مع اللي هو الكرور الريبير اهو الريبير اللي انا عامله، وراح واخد الغرزه اثبته في الريبير هنا اهو في الرايت كراس. دي بتضمن لي فيكسيشن للراب في مكانه. حكايه بقى ان في ريسبيريشن وهيفضل الدافراجم يتحرك طالع نازل، ما شفتهاش ان هي اثرت او حصل لي ان الراب فرقع او اي حاجه يعني. خلاص ادي اهو الغرز اهو ادي الراب فيكسد للرايت كراس. طيب في بقى تكات هنشوفها بيقابلك ساعات اكسسوري ليفت هيباتيك ارتري خلاص او وايد هيتس زي ما احنا شايفين اللي بنسميه انكلوزابل هيتس مش عايزه تتقفل خلاص. يوجوالي بنشوف الحالات دي في الحالات الردو، لكن لو جات لك في البرايمري ولقينا قسنا لقينا زي ما قلت اكتر من 4 سنتي
لازم تحاول تقفل الاول الكروره زي ما قلنا. بنيجي على الرايت كراس نعمل ميدياليزيشن، بنعمل ريليز انسيجن زي اللي كنا بنعمله زمان في الهرنيا اللي هو التنر، هنا بنعمله في الرايت كراس. بيتقطع معانا، بس لما يتقطع انا مش خايف هنا يحصل هرنيا لان دي مش هياتس، فاقدر بغطيه بحته فات واجي الاقي الرايت كراس ابتدى يتحرك معايا يقابل الليفت كراس. او ساعات بنيجي نعمل الريليز ده من عند السبلين، من عند الليفت سايد، نعمل ريليز للدافراج يقرب معايا الليفت كراس، لكن يوجوالي هو الرايت كراس هو اللي بنعمل له ميدياليزيشن، هو اللي بيجي معانا. زي ما احنا شايفين دي حالات كلها كبيره لسوء استومك هيرنييتد انسايد وكده، فده اللي هو بنعمل له الريبير. وطبعا زي ما بقول هنا لازم نستخدم، تشوف ده ديفكت واسع جدا كان احد الحالات، فانا بحاول اقفل الاول زي ما قلنا وبعد كده بحط المش. مش مجالنا النهارده نتكلم عن المش، موضوع المش ده وازاي تحطها وتقسيمتها سي شيب ولا يو شيب ولا كده، موضوع كبير، لكن انا يعني هحاول ان شاء الله. ده ما ده شكل الشيب بتاع المش اللي انا دايما استخدمه اللي هو يو شيب، بقطعه كده والاسوفجاس يجي، لان انا هنا ده بيتحط الحته دي بتتحط على الريبيرد كروره خلاص. انتيرور انا ما بخافش منه قوي، انا بخاف دايما من الريبير البوستيرور. انتيرور مجرد التو ليفلت دول يجوا على بعض ويتثبتوا في بعض هتبقى كافي جدا. السي شيب ان انا اقطع الهرن المش على هيئه سي شيب انا ما بحبهاش خلاص، لان بتعمل لي ديفكت جدا على الليفت كراس خلاص. يبقى ده حاجه مهمه جدا اللي هو بنسميه ريستنج بوزيشن اوف ذا اسوفجاس. يعني ايه؟ بنيجي الكلام ده كله هنشوف ان انا بعد قال عندي الهياتس هيرنيا هنا، انا عملت قعدت اعمل ريبير في الكروره من تحت 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 غرزه 2 3، بعد كده ابص خلاص ما بقاش الاسوفجاس بقى هم طالع فوق كده عامل تويست فوق، يجي دكتور التقدير يدخل بوجي، بوجي مش عايز يخش واقف خلاص. فانت في الحاله دي لا، اعمل ريبير بغرزه 2 تحت، وبعد كده زي ما نقول سيب الاسوفجاس ريستنج بوزيشن ماشي ازاي. لقيت ان هو محتاج يبقى ريبيرد كمان من فوق ماشي خلاص، يبقى ممكن لو في الحالات اللي انا احس ان انا لو عملت تو ماتش ريبير بوستيرور هيحصل هم للاسوفجاس، لا افك غرزه واخلي الاسوفجاس يبقى وضعه اللي هو ستريت، ان دكتور التقدير دخل البوجي بتاعه ولقاه ماشي سهل خلاص، اكمل بغرزه تاني او ريبير تاني انتيرور. الكلام ده مهم جدا جدا. البوجي مهم قوي، هنشوف اللي هو at the end of the operation اللي هو لازم اطمن ان السكه سالكه خلاص. هنشوف كده هنا ادي الريبير خلص، الدكتور بيدخل لازم يحس تو ريزيستنت، واحده عند الكروره عند الهيتس وواحده عند الراب. هنشوفها تاني، خليته خرج دخش تاني، هيخش اول واحده وتاني واحده اللي هو الراب، وهيخش بعد كده في الاستومك خلاص. يبقى دي مهمه قوي ان هو لازم الدكتور في ات ذا اند، مش خلص الراب بتاعه يلا مع السلامه، لا يسال دكتور التقدير يدخل لي بوجي ونشوف. في ستيتش انا باخدها اسمها الجاستريك ستيتش، دي في الاخر او الجريتر كيرفيتشر ستيتش، دي هنشوفها ايه فايدتها. دي مش يعني مش مشهوره قوي. انا خلصت بقيه الاستومك محذوفه خالص ناحيه السبلين، ده بقربها في بقيه الاستومك ليه؟ لان طول ما هي مفتوحه كده بتعمل تنشن على الراب، فيبقى لايبل جدا ان هو يبقى ديسربتد. خلوا بالكم ادي تو انس، لو هما كده ويفضلوا يتفتحوا هيدمروا لي الغرز اللي تحت. فانا باخد ستيتش من الجريتر كيرفيتشر على الاستومك على مجرد غرزه واحده تثبتها في مكانها خلاص، عشان تمنع او زي ما غرزه واحده خلاص في المكان ده تمنع ان الحته دي تبقى
acute angle او obtuse angle تتفتح وتضعف لي الريبير بتاعي او الراب. طيب في حالات باد نيسن هنشوفها دلوقتي، معلش انا هخلص بس الجزء النظري وبعد كده اذا كان عندنا وقت عندي بقى ثلاثة فيديوهات عايزين نشوفهم. ان عشان اوصل لسكسسفول اوبريشن لازم خلاص يبقى في جود تكنيك، جود سيليكشن اللي هي اول خطوه، واكريت دايجنوزس اللي هو الانفستيجيشن المهم او اللي تقول لي ده باد اوسوفاجس ولا الكونتراكتيليتي كويسه عشان اختار اعمل نيسن ولا اعمل توبي والكلام ده. انا شخصيا ما بعملش توبي في جميع الحالات، بس ما تاخدوش الكلام اللي انا بقوله لان انا مقتنع ان المين ديفكت از ان ذا ريفلكس، والريفلكس هو اللي عامل اوسوفاجيتس، والاوسوفاجيتس هي اللي عملت ويك بريستالسيس. فايف اي وانت تو كوركت ذيس بروبلم اي هاف تو كوركت ذا ريفلكس. وعشان اعمل ريفلكس كوركشن وي نو ذات النيسن از ا ريفلكس اوبريشن مور سوبيريو ذان تو بي. على حساب الديسفيجيا، انا ما بخافش من الديسفيجيا لان زي ما بقول عندي بريكوشنز بعملها كتير خلاص طول ما انا شغال دكتور التخدير معايا بالبوجي في كل خطوه، فما بخافش ان يحصل بوست اوبرتيف ديسفيجيا. فبالتالي انا بعمل فلوبي نيسن اللي هو نوت تايت ببوجي كبير وما بخافش من بوست اوبرتيف ديسفيجيا. طبعا عشان نوصل للسكسسفول انا بقول ان الجرد ده موضوع مش بس الجراح هو اللي المفروض يستأثر بيه او الجاسترنترولوجيست او لا، ده هو ام دي تي يشتغل فيه كل الناس لوصول الى هدف معين اللي هو ان احنا نوصل لجود سيليكشن عشان اعمل جود تكنيك عشان اوصل لسكسسفول اوبريشن. انا مش مخلصتش، انا بس هجيب الفيديوهات بعد اذنكم لان في فيديوهات حلوه قوي. انا مش عارف كانت بلاي ليه هنده، بس القرار لو في حد عنده اي سؤال يا دكتوره زهراء لحين بس ما اشوف المشكله دي. في حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده. طيب البوست اوبراتيف بتاع العيانين دول يا دكتور، يعني اقول العيان يشرب امتى؟ بقول لك زي الزفت. نعم اتفضلي. بقول لحضرتك العيان بقى بعد الناس مثلا اشربه امتى واكله امتى؟ بالظبط. دلوقتي الو انا يعني مشكله العيان، اول حاجه هو فاكر ان هو يعني زي الفل كل الاعراض اللي عنده راحت وهيخف وكده، لا انا بفهمه ان لازم بيمشي على بروجرام لمده 3 اسابيع. اول اسبوع الفيديوهات بس شوف، اول اسبوع انا بمشيه على سوائل، هو مش تعذيب، هو الهدف ان انا عايز الراب والاسوفجاس الراب والاسوفجاس ما يبقاش فيهم اي كونتراكشن يبقى سايلنت، فبدي الحاجات اللي هي سهله تنزل على طول، سوائل عصاير لبن. الاسبوع الثاني بدخل المهلبيه والجيلي ولسان عصفور والكلام ده. الاسبوع الثالث بدخل البروتين بقى يبدا ياكل بروتين، كفته حاجات مشويه سمك مشوي، وبعد كده خلاص بقول له فري. الحاجه برضو المهمه ان انا لازم بمشيه على بي بي اي لمده شهر. ليه؟ لان هو اوريدي كان عنده اسوفاجايتس، مش اول ما هعمل له الاوبريشن هيتحسن، لازم في هياخد وقت لغايه اما السوفجاتس دي تهيل. طب الريفلكس خلاص منع الاسيد الجديد ان هو يطلع، لكن انا لازم اكمل بي بي اي وجاستريك بروكاينيتك. الحاجه المهمه برضو اللي هو ستايل اللايف، سموكينج ممنوع نهائي، والقهوه والشاي برضو بيقلل منها جدا جدا. القاعدة الأساسية في الناس دي ما يملوش معدتهم، بمعنى بدل ما يأكل 3 وجبات أنا بقول له كل 6 يا سيدي،
بس وجباتك مش زي وجبات ما تملاش معدتك يعني، لان المعده عامله زي الحوض، معلش هتملاها هتروح فين؟ هتضغط على الراب، هتحس انك انت اولا تعبان ومش مظبوط، وفي نفس الوقت تقول لي ان انا معلش الراب ده ممكن يضعف بمرور الوقت، فخلي تلت زي ما الحديث، تلت وتلت وتلت، يبقى احنا ما يملاش معدتك كل 6 وجبات، تبعد عن القهوة والشاي والسجاير والحاجات دي، الأكل السبايسي والكلام ده في الأول شهر تبعد عنه، بعد كده بالتدريج بقى بيرجع ياخد كل حاجة بالتدريج. فده البوست أوبرتيف بتاعي يعني. طيب هو في العين على فكرة بيقعد يوم واحد في المستشفى، بيعمله وبيخرج تاني يوم. تمام. طيب الكباتي بتاعت الاستومك يعني، ما يعني حجم الوجبة، هل يعني العيان بعد ما معمل له راب واجيب الفندس كده والفها حوالين الاسوفيجس، متهيألي الكباستي بتاعت الاستومك تقل ولا ايه؟ بتقل طبعا. هو كونسيدر يعني استيميشن كده في احد البيبر، لقيت ان الاستومك كسايز بيقل 20% الراب اللي انت بتعمله بيقل كحجم، عشان كده كتير جدا في بعد الفاندوبليكيشن، ويمكن دي بيبر يعني لسه شغالين عليها، اللي هو هل نقدر نعتبر الفاندوبليكيشن از ا بارياتريك اوبريشن، بيخسوا خلاص مش بس عشان الاسبوعين اللي هم شربوا فيهم سجاير والكلام ده، لا بيخسوا، لان فعلا كسايز مش عايز اقول زي السليف، السليف بنشيل 75 80، لا هنا في اباوت 20% من الاستومك از نوت انكلودد في البروسيس بتاعت الدايجيشن وكده. بس كمان الفندس يعني، هي الفندس هي الجزء المهم في السليف، فانا الفندس هنا بعمل بيه حاجه بلفه حوالين يعني، مش هيبقى ديستنس بلفه بس بي. ما شلتوش والجريلي ما اعرفش الصور بانت دلوقتي. كده صور بانت. دي حاله برضو من الحالات اهو، انا اللي هو البارس خليكي جنبي ما تمشيش عشان هنا اهو ده اللي هو البارس فلاسي ده خلاص. انا هنا بسلك هنا الرايت كراس، يمكن ده شفنا جزء منه بس هنا واضح خلاص، بشتغل شويه شمال وشويه يمين لغايه ده الشورت جاستريك، ان انا ببتدي اربطه. انا حضرتك قلت بتبتدي بالشورت جاستريك مش بالبارس فلاسيد؟ لا انا دايما ابدا على الليفت سايد. تمام. انا دايما بسلك خالص زي ما احنا شايفين، اديني بسلك اهو، ده هنا بطيء خالص كأننا بنبتدي سليب بس فوق شوية. بس فوق شوية بالظبط، برضو بمشي فيري سلولي، ما لأن الحتة دي هي أنا دايماً معلش عندي فوبيا من الشورت جاستريك مهما كان، فمجرد ما بتخلص الخطوة دي، وعشان كده أنا بقول الخطوة اللي أنا بعملها في الأول، إن أنا شايفين الكات بتاعي في الفرينوس وجاي اللي جا من فوق اللي هو ده، تمام، هوصل ده بده خلاص، الاستومك خلاص بقت في الشارع بعيد عن السبلين خالص، لمجرد ان انا كنت فاتح لها. دكتور ثروت بيه معايا ولا لا يا بيه؟ دكتور محمد سعد دخل اظن. بس سعاده الباشا دكتور محمد هو كان متابعنا على اليوتيوب من الاول. طيب. بس كنت في نص الشغل فكنت بتابع وانا بشتغل وانا سايق. ربنا يوفقك، ربنا معاك. احنا هنا يعني انا بخلص كده الاكسبوجر بتاع الليفت كراس واضح. أيوة. خالص. ايوه. هجيب هنا بقى اللي هو الاسيستنت بيرفع لي، انا ماشي بقى على الرايت كراس عشان عشان اخرج. خلي بالنا بقى من الخطوه دي مهمه جدا، ان انا بفضل اشتغل شمال ويمين لغايه ما اطمن ان الويندو بتاعي اتعمل بدون اي خطوره من ان انا اعور الاسوفجاس. خلاص بشتغل بايدي الشمال واليمين، برفع في حاجات بضطر اقويها وفي حاجات بضطر زي ما قلت اعمل بلانت. لغاية اما اوصل شوية شوية اهو شوية شوية لغاية لما لقيت عديت، وبمسك اللي هو التيب، وبعد كده انا مهم اول ما برفع الاسوفجاس بكمل بقى الديسكشن ريترو اسوفيجيال
وانا رافع الاسوفجس، بيبقى الدنيا باينه قوي خلاص، ومفيش اي مشكله. انا اهو شايف الاسوفجس وشايف الدنيا، والليفت كراس اهو بحاول بقى ان انا انطفه من اي شوائب خلاص، لغايه ما يظهر لي يبقى كويس، والتانل موجود، وببتدي اعمل تيست ان انا بجيب الفندس اشوف هيجي معايا مريح ولا لا. وزي ما قلنا مهم قوي ان انا الشوشاية دي ان انا اطمن ان الدنيا مش متنشنة، وان الراب بتاعي جاي كويس ما فيش اي مشكلة، بحيث ان انا لو سبته زي ما احنا شايفين واقف في مكانه ما ردش تاني على الاذر سايد، واتاكد ان هو لو جبته مش هيبقى متنشن خلاص. لو لقيت ان هو بتاع اضطر اربط زي ما احنا عارفين شورت جاستريك تاني، يعني المهم ان هو يبقى مريح معايا ما يجيش بعصبيه خالص، واسلك اكتر في على الليفت كراس. هنشوف بعد اذنكم بقى فيديو تاني برضو. اللي هو البيت في دي هنا اللي هو قابلنا معلش اللي هو الاكسسوري، شايفين الاكسسوري اللي ماشي اكسسوري اهو خلاص. الاكسسوري انا حلق، انا من النوع اللي هو رغم ان انا عارف ان ممكن لو انت قطعته مش هيحصل حاجه ومفيش ناس بتطمنك، انا هنا بشغال على الرايت كراس خلاص، بس هوريكم ان انا بحافظ عليه و بعمل الراب بتاعي مفيش اي مشكله، بس من فوقه انا بسلك وهو مضايقني واقف فوقي مش عارف يخليني اتحرك كويس، لكن برضو مش اهو لقيت ابتدت الويندو بتاعي اهو خلاص هخش منه. دي كانت برضو من الحالات كان فيها اديجن جامده شويه كده، انا حطيتها في الفولدر بتاع الباد اهو زي ما احنا شايفين اهو. الاكسسوري اهو حافظت عليه، عملت ديسكشن، ده الفيجاس طبعا واضح جدا اهو خلاص. ده انا في ناس يعني ما اعرفش بيبر قريطه بيقول لك بيحطوا الراب ما بين الفيجاس والاسوفجاس، انا بحط الراب طبعا تحت الفيجاس، لان انا حاسس ان ممكن الفيجاس يبقى كونستريكتنج الراب لو اتحط بوستيريور للراب يعني. فانا هعدي الراب خلاص من تحت، وبعد كده هجيبه من فوق ادي الراب او عديته زي ما احنا شايفين، جبته من فوق الاكسسوري خلاص. ما ينفعش احطه تحت، لان لو حطيته تحت مع ضغط الاكسسوري هيخلي الراب دايما ينزل لتحت، وممكن يبقى مايجريتد على الاستومك. فبالعكس هنا وجود الاكسسوري حمايه للراب ان هو ما يبقاش مايجريتد داون. ف اخر يعني في فيديوهات انت اللي هتقولي له اقف يا دكتوره. ها براحتك، انا ما اعرفش الوقت بصراحه، احنا تقريبا دلوقتي ساعه وربع كده تقريبا. يا لهوي ده انا عديت وقتي بقى، انت قايله لي ساعه بس. براحتك كده، هنشوف ده وخلاص، وبعد كده ندي ده هنا. زي ما احنا ده في البدايه بدخل البوجي بفضي، ده اللي هنبدأه اللي هو الخطوة بتاعتي ان انا ده بربط الليفت جاستريك
في شوية طبعا فيسل كده حواليا، بحاول إن أنا أبعد عنهم، فهنزل من تحت شوية زي السليف كده لغاية ما عديتها خلاص، وابتديت تو جوين الديفيجن الأولاني اللي أنا عملته في الفرينو أسوفيجيال، وبعد كده I shifted to the right side the pars flaccida right cross حسيت ان انا خلاص ده فات، متأكدت مش دي ستومك ولا اسوفجاس فعديت. ساعات بمسك في الدفراجم هنا عشان ما اخرجش تاني، وهعلق التيب وابدا اكمل الديسكشن بتاعي. الاسيستنت رافع لي الاسوفجاس، وزي ما بقول شويه بلانت وشويه شارب لغايه ما اوسع الويندو واعمل اكسبوجر كويس لي زي ما احنا شايفين الرايت كراس الليفت كراس الميدياستاينم الاسوفجاس هو اللي ابورد اهو خلاص. يعني الفيلد لازم يبقى معلش واضح كده، ما بحبش دم كتير خلاص، فلازم الفيلد يبقى كده خلاص. انا هنا بكمل انتيرور ودي الدنيا عندي الاسوفجاس، بكمل ممكن انا عامل ديسكشن هنا عالي شويه كمان، يعني داخل في الميدياستاينم ليفل اعلى هنا، يعني مخلي بالنا طبعا من البلورا لانها يعني بتبقى قريبه ويمكن ما تاخدش بالك. ف يعني انا دايما بخلي مع الاناسيز زي يشاركني واقول له انت هل حاسس باي تغيير عندك من ناحيه المونيتور عنده، وبعدين ببدا ريبير. زي ما قلت انا بستخدم اسي بوند 2.0 وباخد غرزه 2 زي ما انا عايز، بس اهم حاجه البوزيشن بتاع الاسوفجاس يبقى ريستنج بوزيشن. يعني ممكن هنا الاقي ان انا ديفكت ممكن فوق، فزي ما انا قلت بعد ما سبت الاسوفجاس والدكتور دخل البوجي لقيته دخل، حسيت ان هو محتاج انتيرور ريبير، ان هو ممكن ياخد غرزه او 2 قدام. اوكي، فدي من الحاجات المهمه اللي هو ما تعملش كل غرزك تحت. وهو ده بعمل تيست البوجي بيخش معايا دكتور الانستيزيا مش حاسس باي ريزيستنت ومفيش اي مشكله، وبعد كده خلاص انا ببدا اعمل الراب، بقص التيب بتاعي وحسيت ان انا عايز اطلع فوق. ده الباد بلسي فات طبعا زي ما قلت دايما يبقى لازم تحت، يبقى انا احط تحت وابني اساسي على فوق، ان انا دايما اطلع على الاسوفاجس ما انزلش على الاستومك. الراب يبقى زي ما قلنا شورت مفيش غرز كتير، ودي الغرزه اللي هي هاخدها في الاخر هنشوفها اللي بثبت بطمن ان البوجي كل شويه بعيدة وبقولها اطمن البوجي بيخش ايزي، ودي الغرزه اللي بثبت بيها. انا من النوع اللي بثبت ما بين الرايت كراس و right side of the wrap بغرزة خلاص، واتثبت الراب عشان امنع حدوث انترا ثوراسيك مايجريشن لل طيب انا يعني ورينا بقى الصورة اخر واحد دي طبعا يعني من الحالات، يعني انا مش بتاعتي، بس يعني جالي هو جالي في الردو فطلبت الفيديو الاولاني، يعني مش عايز اقول يعني العمليه اولا
انا ما بحبش ان انا اعمل ريتراكشن بآلة كده. في ناس بتعمل ريتراكشن لليفر ان هم ياخدوا الدفراج من بآلة وكده. بص، طول العملية مش مظبوطة خلاص. السبيس ما بين انا مش شايف حتى الهيتس هنا. يعني انا يعني مش هذكر الموبقات بتاعت العملية دي، ان انا يعني مش بتاعتي، انا عملت الريدو، بس بيبان من العملية إذا كانت هتمشي كويس ولا معلش. ده يعني السيرجن ده يعني شد شمال وشد يمين وتراكشن مش مظبوط. يعني مش عايز أوريه عشان ما نبوظ الدنيا. أنا هكتفي بكده، هتبقى الصورة. وأشكركم، ولو في أي حد عنده أي سؤال، الفيديوهات كتير بس يعني مش هقدر طبعا اعرضها عشان انا عايز احافظ على الوقت اللي دكتورة زهراء قالت لي عليه ساعة. ف يعني نكملها بأسئلة بقى، ولو في اي حاجة نبقى ممكن نعمل مرة فيديو سيشن لوحده على الموضوع ده. تمام. طيب، في حد عنده أسئلة؟ الدكتور حسين، اتفضل يا دكتور حسين. دكتور محمد سعد، احنا مستنيين تعليقاتك يعني. اتفضل يا دكتور السلام حسين. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور حسين الشريف، أستاذ جراحة المناظير والجراحة العامة في السعودية، أنا في جامعة أسوان. أهلا 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 بحضرتك. أهلا بيك، إحنا سعداء جدا طبعا بالمحاضرة الشيقة سعادتك اللي حضرتك عملتها. أنا بس ليا استفسار بالنسبة للأسوشيشن أوف جول ستونز والهيتس هيرنيا. يعني سعادتك قلت إن إحنا لو شلنا الجول بلادر في عيان عنده كده هيبقى فيه يعني سيفير كومبليكيشن وكده. انا بعتمد في الدايجنوزس على الجول ستونز مينلي على الالترا ساوند. سو ديد يو ريكومند ان افري بيشنت هاف ا جول ستونز وي ويل دو انفستيجيشن تو اكسكلود هياتس هيرنيا اند ريفلكس؟ لا، اللي عنده ايبيجاستريك بين بس ما عندوش معلش اللي هو بيدي سيمتوم بتاع ريفلكس، بيبقى عنده ايبيجاستريك بين، عنده ريجرجيتيشن، عنده هارت بيرن، فده مش بس المراره اللي هتعمل الاعراض دي. فانا في الحالات دي لا، لازم اعمل له منظار. وزي ما قلت يعني I will suspect it from the history. لو انا suspect reflux بشوية symptom عند البيشن، I have to complete my investigation to rule out ان البيشن عنده reflux. لان انا يعني كنت بقول لحضرتك انا جبتها في الام دي، لان دي عندي كام حالة بيعانوا جدا 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 بعد الكوليسيستكتومي لو لسه ال. لكن هي ما هياش روتين انفستيجيشنز يعني. لا، هي مش روتين طبعا، ما مش كل الحالات، لان حالات الفريكوانس اوف ذا لاب كولي طبعا تو ماتش بالنسبه للهيتس وكده، فما ينفعش طبعا انا فيري كوست بالنسبه للمريض لو هو يعني. فاحيانا كده يعني لو احنا سسبكتنج الدايجنوزس ان عنده اسوشيتد ريفلكس لازم اعمل انفستيجيشن. بالظبط كده، بالظبط كده. ولو طلع بعمل الاثنين مع بعض سيم سيتنج. وده يمكن احد اسباب البوست كولستيكتومي سندرومز. ممكن طبعا بيبقى ميز دياجنوزس انك انت يعني اخذت جزء اللي هو المراره، لكن يو مثل الجزء الثاني اللي هو الجزء الاسهل. شكرا جزيلا. طبعا كبير. العفو بيه. شكرا. تفضل محمد سعد. ازيك يا فندم؟ لا، انا النهارده من المستمعين التلامذه يعني، مفيش حاجه تتقال بعد كلام الدكتور. حاجه جميله. لا يا باشا، منتظرين كومنتاتك الحلوه هو حضرتك يا باشا في الهيوج او الجاينت هيتس هيرنيا بتعمل اي حاجه للساك ولا بتسيب الساك؟ ده لازم الهيوج هيتس هيرنيا ده موضوع تاني خالص. ده انا لازم بشيل الساك. يعني عندي برزنتيشنز بقى للهيوج دي. تمام خلاص، يشيل الساك كلها بطريقه وكلام كده يعني. ما طيب. موضوع تاني. طيب، وقلت انا الديفينيشن بتاع الهيوج ان هو اندوسكوبيك، يقول لك اكتر من 5 سنتي، راديولوجيكال اكتر من تلت الاستومك، كلين او انترا اوبراتيف، انك كل ما تشد الاستومك لتحت تلاقيها بترجع لك فوق. ده يعني ده بالنسبه لي هو اللي انا اقدر عليه هيوج. اصلي معلش، في ناس كتير تعمل لك هيرنيا يقول لك اي ديد ا هيوج هيتس هيرنيا. لا، ما دي هيرنيات عاديه، لكن الهيوج هي فعلا اللي بيبقى ليها ساك، ولو ما شلتش الساك 100% ريكرنت. ما هو انا ممكن الاقي الاستومك خلاص رجعت، يا دوبك تحط العيان في انتي ترندلنبرج تلاقي الدنيا رجعت. تمام.
اروح مقرب بقى وابقى كده صليت العصر ركعتين. لا مش صح كده، لان يعني انت لازم تشيل لا انا الساكت. حبيت بس يعني شفت يعني قصدي عشان لو حد بيتفرج يبقى عارف المعلومه بتاعت ان الساك لازم تتشال في الجوينت هيتس هيرنيا، بس ده اللي كان. ده طب اجباري، ده اجباري. هل في حالات الهيوج هيرنيا احيانا sometimes بحتاج ان انا اعمل ثوراكوتومي ولا لا؟ ثوراكوتومي يعني نفتح من الشيست، احيانا بتبقى فيري فيري ديفيكالت ان انا اجيبها من الابدومين برضه، سواء لاباروسكوبي او اوبن يعني. فيعني في حالات طبعا احيانا ده لازم تبقى ستاند باي. يعني انا من لو الانترا ثوراسيك ستومك انا دايما بجيب. بس انتوا عندكم كارديو. بتوع الثوراسيك سيرجن هم اللي بيشتغلوا بين الاسوفاجس ولا ده يعني في احنا امريكا؟ احيانا لان كان عندنا حاله قريب هيوج زي كده وبرضه ما جاتش ابدا من الابدومين، فاضطرينا نجيب بتاع الكارديو ثوراسيك ان هو برضه فتح ثوراسيك، وايفن فروم ذا ثوراسيك سايد ات واز فيري كانت صعبه. ديفيكالت. معلش يا دكتور كانت حسين، صعبه. دي الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي كانت هايتس هيرنيا ولا كانت ريكورنس ولا كانت دايفراجماتيك هيرنيا؟ لا كانت هيوج دايفراجماتيك هيرنيا. دايفراجماتيك هيرنيا از انذر ايشو. دايفراجماتيك هيرنيا لو حضرتك بتفتحها نيو تروما تفتحها لابروتومي، لو الدايفراجماتيك هيرنيا دي نيجليكتد او ريكورنس الكلام حضرتك مظبوط انك لازم تفتحها ثوراكوتومي. لا احنا we started abdominal يعني abdominal but it was very very difficult طبعا مع ال adhesions severe adhesions وكده. We are obliged to bring a cardiothoracic surgeon with us to do it from the thoracic side. يعني it was done both from the abdomen and thorax at the same time. وفعلا زي ما يعني ما بتبقاش سهله، يعني بتبقى الامور، لان في حالات من الهيوج هيرنيا او الانترا ثوراسيك ستومك بيبقى معاه كونجينيتال شورت اوسوفاجس، ف يعني لازم تعمل ساعات معاهم كوليس جاستروبلاستي تطول الاوسوفاجس شويه عشان الاستومك تبقى في الابدومن، ما في ساعات ما تنزلش. طب انت يا دكتور رضا، انت ليك كات اوف معين في البي ام اي في العيانين اللي بتعمل لهم ريفلكس؟ يعني عند حد معين بتتوقف ولا اي عيان ايا كان وزنه بتعمل له نيسن او انتي ريفلكس سيرجري؟ لا والله انا يمكن في الاول كنت مش لاقي بقى، كنت بس لاقي حاجه. انا عارفه لكن دلوقتي طبعا يعني انا بفهم البيشن ان ده لمصلحته، يعني ان هو ان الاوبيستي بتاعته بتبقى احد البات ريسك فاكتور ان العمليه تفشل يعني. فانت ليه تعمل حاجه بدل ما يعني تعمل حاجتين في عمليه كده وبعدين تقول اوبيستي؟ ما نعمل لك حاجه واحده تحل لك المشكلتين، تحل لك دي رسالة الويت. مهمة جدا فعلا للناس اللي معانا كلهم، ان الهاي اوبيستي، يعني انا اعرف ناس بتقف عند بي ام اي 30 او 32 غير كده بيحسوا ان هي ايه، لان الانترا ابدومينال بريشر فيري هاي ريسك فاكتور. الحاجة التانية ان الليفر بيبقى كبير جدا وبيضايقك جدا اثناء العملية، يعني يعني انت بتبقى غير البارياتريك سيرجري انت شغلك كله بيبقى في الهايتس، فالليفر فعلا بيبقى، وبتضطر تحط الليفر ده حتى لو حطيته في نيسنتن ريتراكتور او وات ايفر لفتره طويله، وده برضو بيعمل كونجيشن في الليفر. فبصراحه الاوبيس بيشن دول يعني الانتي ريفلكس سيرجري بتاعتهم هي البارياتريك سيرجري. انا موافق حضرتك في الكلام ده. بس انا يمكن انت ما حضرتش او جيت متاخر يا دكتور لا محمد. انا انا قطعت في النص، انا كنت بتفرج في اليوتيوب بس في اماكن في حاجات ما لحقتش اتفرج عليها كلها. في سلايد انا عرضتها، قلت كبرايمري نعمل بارياتريك، لكن لو ريدو تمام لازم سيرجن بقى سوفيجيال سيرجن، او يعني بتاع بارياتريك يبعدوا عننا في الحته دي لو ريدو، لا الريدو لان طبعا كلام حضرتك مظبوط. يعني هم بي عايزين ياخدوا الموضوع يعني عقوه برضو في العك عايزين يكملوا. فلا احنا بنقول اعملوا البرياتريك في الاول، هندوها لكم اعملوا باي باس ولا اعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن لو حصل ان حصل ريكارنس وكده ف والنقطه المهمه قوي دلوقتي يمكن انا برضو انسيست عليها، حالات الريفلكس افتر سليف بنشوف كتير جدا دلوقتي، حالات كتير ولازم انا المانجمنت اتكلمت مع فيها. دكتوره زهراء في الموضوع ده قبل كده، لان هو اعتقد ان السليف كان الرونج تشويس من الاول للعيانين دول، يعني هم ما كانوش اصلا المفروض يعملوا سليف لو هم عندهم سيجنيفيكانت يعني ريفلوكس، ما كانش السليف هي العمليه الصح المفروض تتعمل لهم. هي بيختاروه عشان الاسهل يا باشا، بس مش لاي اعتبارات اخرى. للسليف للاسف يعني احنا عندنا النواب الجونيور يبقى لسه جاي يقول لك علمني ازاي اضرب كام دباسه عشان
اشتغل في السوق بنسلفانيا كده يعني هي مش سهله وبيفتكروها انها سهله مجرد لكن نفس الكلام بتاع الريفلوكس اللي هو الفاندوبليكيشن. ان انا عايز دايما اقول زي قاعده اي جراح اللي ما يعرفش يتعامل مع الكومبليكيشن بتاع العمليه ما يعملهاش حتى لو هي فروم ذا ستارت. فهو نفس الفكره، انت تقدر تعمل ريدو لو حصل للبيشنت مشكله، لو انت مش عارف يبقى ما تعملش فاندوبليكيشن فروم ذا ستارت. لان انا بنشوف كميه بلاوي بصراحه يعني صعب جدا، صعب جدا ان ده بيتعرض طبعا للناس الشباب بالذات. يعني في معانا قامات كبيره بس بالنسبه للشباب بالذات لازم يعرفوا ان الفوند ابلكيشن انت محاط بالكوارث من كل ناحيه، يعني السبلين من على يسارك والليفر من على يمينك والاي في سي تحتيك والاورطة تحتيك والبريكارديوم واحنا اكيد الدكتور رضا شاف واحنا شفنا يعني كومبليكيشن رهيبه من عيان داخل يعمل انتي ريفلوكس سيرجي. انا شفت عيان 22 سنه جراح وجراح كبير كان بيثبت مش ب ب ب بروتاك بتذكر دخل في البريكارديوم جراح كبير جدا في جراح كبير في سنتر كبير يعني. وشفنا اي في سي انجريز واسفجال ويعني انت الغلطه عندك هنا ب يعني بميجور الترا ميجور كومبليكيشن. فطبعا لازم تبقى يعني زي ما الدكتور ده عارف الاناتومي بتاعك كويس وعارف حدودك كويس وتتحرك بالراحه جدا في المنطقه دي يعني. لكن بشكل عام طبعا حاجه جميله وبتعكس خبره وسنين من الخبرات الدكتور ده في المحاضره ما شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور محمد، يعني سعداء بتعليقاتك عشان ليس المقام مقامي. تعليقاتك وبتاع دكتور ثروت بيمشي ولا ايه؟ دكتور رضا حضرتك العيان اللي هو accidentally discovered انا انترا اوبراتيف بعمل سليف ولقيت العيان عنده هيتس هرنيا، اتصرف ازاي؟ هعمل لها ريبير. اعمل لها ريبير ولا كروروبلاستي؟ يعني هو عنده هيتس هرنيا بتقول. طيب ايه المشكله؟ يعني اعمل كروروبلاستي ولا لو اعمل كرور؟ لا مش كروروبلاستي، كرورو ريبير. بلاستي انا احط مش، لا مش هحط مش، هعمل كرور ريبير وبعد كده اي كان دو ماي اوبريشن. لان هو ده ديسكفر، ده مش بري اوبراتيف، ما كانش معروف وما عندوش سيمتومز وكده. لكن ما سيبوش بالهيتس هيرنيا بتاعته تمام، لان بوست اوبراتيف هيجي له بقى ريفلكس. تمام. دكتور علاء ابو خضره كان رافع ايده، اتفضل يا دكتور علاء. دكتور علاء السلام عليكم. دكتور طبيب اهلا. دكتور علاء ازيك؟ ازاي بنسويك وعيشنا الحاجات الحلوه بتاعتك. ربنا يكرمك علاء. عامل ايه؟ محاضره شيقه وقيمه قوي الحقيقه ومليانه كتير، وفي الوقت نفسه عندي سعادتك اكتر. ده دكتوره زهراء خلتنا اصلا هي بتعمل قالت لي بيناموا منك ف عنها عشان الوقت محدود. لا انا عارف عشان الوقت قلت عشان التزمت بالساعه يعني، لكن محتاج سعادتك جلسات كتير عشان نقدر نخلص وان كان اللي عندي سعادتك مش هيخلص يا دكتور. ده لا بقى ان شاء الله الدكتور محمد ان شاء الله برضه نكمل مع بعض، بحيث ان احنا يعني الحاجات نغطي الابر كله. كل نقطه في الابر ممكن تبقى موضوع، يعني المش ريبير ده موضوع، الهيوج هيستس هيرنيا ده موضوع، زي ما دكتور محمد مثلا بارت قال موضوع كبير. فمواضيعه كتير وان شاء الله يعني باذن الله بالتوالي كده هنغطيها ان شاء الله باذن الله. ويا ريت تبقى يعني جزء جزء، يعني مش لازم يبقى كذا حاجه مع بعض، يعني ناخد يعني وقتنا في الحاجه على اساس نقدر نغطيها من كل الجوانب. يعني ما احنا هم مفتتين خالص اهو، يعني احنا واخدين حته يعني فاند ابلكيشن بس صغيره، ما دخلناش الريدو ده لوحده موضوع كبير يعني. برضو مأجلينه ومش بنتكلم عليه. الانفستيجيشن في حالات الريفلوكس احنا لسه موضوع الموتيليتي والاكاليزيا والحاجات دي برضو لسه ما اتكلمناش عليها. يا ريت دي برضو الكانسر كله ما اتكلمناش عليه لسه. فيعني المواضيع ان شاء الله كتير، بس ربنا يدينا الصحه كده ربنا يدينا الصحه يعني. عشان ما اخدش الوقت يعني كله ليا، يعني كنت عايز اسال بخصوص حضرتك الراب لما حضرتك بتعمله، هل الغرزه اللي بثبتها في الرايت كراس باخدها من الابر بارت بتاع بتاع الراب نفسه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هل بثبت الراب برضو من فوق في الاسوفيجاس بغرزه؟
وبقى سلك قد ايه في الفندس يعني اوصل لحد الجريتر كيرفتشر بمسافه قد ايه او بكم سنتي عشان تبقى الفندس اقدر الف ولا الف. بص هو يوجوالي بيبقى حوالي 3 شورت جاستريك الابر موست هم دول اللي بيتربطوا يعني. بس هو لو انت وانت شغال بتعمل الراب تيستينج ولقيته لسه اندر تنشن ما فيش مانع تنزل تربط واحد كمان يعني، لكن يوجوالي بيبقى هم 3 كافيين. بالنسبه تمام. لتثبيت الراب في الرايت كراس اي نقطه في الرايت كراس في الراب قريبه من الرايت كراس خدها فيها، هي الهدف ان هي تمنع المايجريشن اب تثبيته. اما ان انا اثبت الراب في الاسوفاجس انا بثبت بغرزه واحده. انا من النوع اللي باخدها الموست لوست سوتشر اول اخر واحد اول واحده تحت خالص على اساس اضمن ان انا مش هنزل تحت على الاستومك خالص او على الباد، فببدا دايما بالغرزه دي تحت وبعد كده ابني الراب بتاعي على فوق بغرزتين تانيين. يعني اللي باخدها فوق البارتش فلاشد فوق لا مش ماليش علاقه بالبارتش فلاشد اتفتحت فوق الباد البلسي فات. ايوه باخد الغرزه فوقها بقى يعني فوق عشان اضمن ان انا مش على الاستومك على اساس ان هي بتبقى في الاسوفيجاس تحت يعني من يعني من اول راب من تحت. ايوه يعني انا خدت الراب اللي على ليفت سايد بعدين في الاسوفيجاس فوق الفات وبعدين على الراب على الرايت سايد دي تبقى أيوة. اول واحده تحت وبعد كده اخد أيوة. فوق. تمام. وبالنسبه للجريتر كيرفتشر بسلك لحد ما الاقي مفيش تنشن في الراب نفسه. بالظبط في نقطه الغرزه اللي انت بتاخدها في الاسوفاجس دي يعني في ناس ما بتاخدهاش الفلوبي نيسن باي ديفولت هو نيسن بدون اخذ غرز في الاسوفاجس بس اتطور الامور لا ان احنا لقينا انك انت لو ما خدتش غرزه في الاسوفاجس زي ما بقول لك بيحصل النوع اللي هو بنسميه تلسكوبينج الاستومك تبقى هرنييتد فوق خلاص او الراب ذات نفسه يبقى مايجريتد. فالتثبيت ده بغرزه مهم جدا لمنع الكومبليكيشن دي انها يا باشا شاكرين وتسلم ايد حضرتك ونتمنى معلش الفيديوهات كتير ما لحقتش اعمل مونتاج ليهم يمكن اعملهم واعرضهم مره كده كلهم مره واحده يعني احنا ان شاء الله معانا الوقت يعني كل اسبوع يا ريت يبقى في ان شاء الله ان شاء الله دكتوره البركه في دكتوره زهراء هي اللي بتظبط بقى المواعيد وكده ان شاء الله ودكتور طاهر طبعا يعني الحقيقه ربنا يبارك فيه. بس لا الرساله اللي انا عايز يعني اقولها في الاخر للزملاء طبعا اساتذتنا وكلهم احنا تلاميذهم اخر حاجه يعني ان العمليه دي مش العمليه اللي هي ايه اي حد يعملها كنصيحه بجد تبان في مجملها انها سهله لكن اللي شاف بوست اوبرتيف كومبليكيشن اولا العيان ما بيسيبكش صبح ظهر ليل شكوى فلازم تكون انت عامل اللي عليك وعامل صح عشان يعني في حاجات كتير قوي من الشكاوي بتروح بالوقت لكن لو انت عامل ميستيك او ما عملش تكنيكال صح الشكاوي بقى بتكبر والعيان فعلا يعني في ناس كتير جدا من الديسفيجيا بيلوزنج ويت جامد وبيخشوا في دايدريشن وفي ناس يعني متبهدلين. فيعني كنصيحة في تريننج في اي وقت احنا في الجامعه عندنا اللي عايز يجي اسمه وحده جراحه الجهاز الهضمي العلوي موجودين اسبوعيا في حالتين ثلاثه فاللي يجي يعني هيشوف حالاته ان شاء الله يعني التريننج بتاعه يبقى مفيد باذن الله. طب دي فرصه جميله ان شاء الله يعني نحافظ عليها وان شاء الله نبدا بيها يعني ان شاء الله بقى مع ان شاء الله خلص. شاكرين لوقت حضرتك والمحاضره الجميله الشريفه. تسلم جميلة. تسلم ميرسي يا دكتور علاء ميرسي سعادتك على خير ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. في دكتور مدحت بيقول انه may you please explain the problem of cholecystectomy in patient with GERD. دي ثالث مره ما هي مش مشكله احنا بنقول لو انت عملت cholecystectomy في patient عنده ريفلكس البايل هيروح فين؟ ما بقاش فيه خزان، ما فيش ريزرفوار، ما فيش مرارة تخزن البايل الزائد اللي جاي من الليفر. فكمية البايل اللي بيتواجد في الاستومك بيبقى كتير.
والبيشنت اوريدي عنده ديفكتيف سفنكتر، فالبايل ده هيجد سكته للور اوسوفيكس، فالبايل مور اريتنت كمان، فيعمل مشاكل جامده جدا، فالعيان بينسى شكوه المراره ويلاقي شكوى جديده عنده اللي هو الريفلكس والهارد بيرن اللي هو اشد من شكوه المراره الكوليك اللي بيروح بعد شويه. فعشان كده بنقول لو في بيشنت دوكيومنتد ريفلكس documented reflux do the two operation same setting، ما كانش عنده reflux خلاص دو كل ستيكت مفيش مشكلة. طيب احنا دلوقتي عندنا اي اسئلة تانية؟ اي اسئلة يا جماعة؟ خلصنا دكتور طاهر، عايز تقول حاجة؟ طيب احنا كده تقريبا خلصنا، وقتنا كويس برضو متهيألي، ما يعني ما وصلناش لسه للساعتين الحمد لله. بشكر حضرتك، وانا طبعا بعتذر عن التايم ليميتيشن، بس هو عشان احنا لا والله ابدا لا لا ابدا انا بهزر بس. ان شاء الله يعني في محاضرات قادمه باذن الله نشوفكم بخير باذن الله. بإذن الله ميرسي للجميع وشكرا لكم. شكرا 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 يا باشا. شكرا دكتور محمد بيه. العفو بيه. ان شاء الله مع دكتور ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله معانا الدكتور صفوت باذن الله نكمل تروما باذن الله. شكرا يا جماعه، تصبحوا على خير. الف سلامه.